أولا جبهة القوى الديمقراطية كان دائما عندنا معها تحالف مدينة فاس من 2003. احنا دائما تتكون عندنا لائحة ثانية يقودها حزب جبهة القوى دائما. هذا كان تنسيق منذ السي الخياري رحمه الله، كان صديق، كان أخ، مناضل، يعني عنده أفكار، عنده مبادئ، عنده قيم، عنده ثوابت. الآن السي مصطفى مع السي مصطفى كذلك لاحظنا أنه نفس يعني الاستمرارية ديال الإخوان في هذا النهج. لا يهمهم أنهم يكونوا الأوائل أو التاليين على مستوى الوطن في مخصوص الانتخابات، قدر ما أنهم يكون عندهم أفكار، تبقى نفس الأفكار، نفس المبادئ، نفس الثوابت اللي محافظين عليها. لاحظنا أن هناك أطر، هناك كفاءات، هناك أمين عام اللي هو الحمد لله راجل متواضع، وهذا هو المهم جدا، لأنه المغاربة بغاو اللي يتواضع معهم، بغاو اللي يكون معهم في الأرض، ما بغاوش شي واحد اللي يطلع عليهم من السماء. كذلك حنا بالنسبة إلينا جميع الإخوة في المكتب التنفيذي الحمد لله كفاءات، كاين أطر الحمد لله. إذا حنا مرتاحين، أولا تلاقت الأفكار ديالنا بعد نقاش من طبيعة الحال، مبادئنا، قيمنا اللي تبنى عليها هذا الوطن ولا خصنا نرسخوها عند الشباب وعند الجميع. اذا التقت هذه الافكار بكل سهوله تم الاندماج، كاننا عشنا هذه 50 سنه مع بعضنا. حميد، لماذا ما تستقلال في هذه الوقيته هذه بالضبط؟ لا ماشي في هذه الوقيته، المهم هذا راجع، ما نوليش اللور. انا ما ديما تنقول دفنا الماضي، ننسى، حنا نسينا هذا الموضوع. اليوم رحنا جبهات القوى الديمقراطيه، سألنا على جبهة القوى الديمقراطية اللي إن شاء الله نتمناو أننا نكونوا واحد الدعامة أساسية، ونتمنى من الشعب المغربي وفي هذه المرحلة أنه يلتحق بنا في الحزب، والحمد لله ديال جبهة القوى الديمقراطية. وهذا غيكون إن شاء الله، والعمل ديالنا هو هذا باش الحزب يكون قوي، يكون عنده المكانة ديالو، عنده مكانته الفكرية والعلمية والتواصلية. ولكن بغينا يكون عاود حتى حنا ندخلوا في هذا العمل انتخابي، وكل حزب عنده كذلك وجود في البرلمان، وجود في الحكومه، لما لا. وهذا الشيء غادي نعملوه اللي في المستقبل لا طول الله العمر. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.